لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، يعني بعد التحية، سيادة الرئيس أكد في المؤتمر الصحفي على ضرورة مساندة الصومال وضرورة أيضا الحفاظ على الأمن بهذه المنطقة الحيوية القرن الإفريقي التي تعتبر يعني منطقة لها أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمصر. كيف تابعت هذا المؤتمر الصحفي أولا؟ طبعا سيادة الرئيس محق في يعني كلامه من ناحية تأييد الصومال، لأن دولة الصومال للأسف تقع تحت أو فريسة لعدة مشاكل، أهمها طبعا الإرهاب، ثانيها محاولات بعض الدول سواء كانت الكبرى أو الإقليمية التدخل في شؤونها والتواجد على أراضيها، والمشكلة الثالثة طبعا هي نقص التنمية. فحضرتك هتشوف انه سيادة الرئيس في حديثه عالج هذه المشكلات الثلاثة واكد على اهميتها وعلى اهمية ان احنا لازم نخرج بحلول ووسائل تمكن الصومال من تجاوز هذه المشاكل. وطبعا دولة الصومال هي علاقات يعني عريقة او قديمة جدا ما بيننا وما بينهم، وفي نفس الوقت موقعها الاستراتيجي بيجعلها دائما يعني محل نظر من دول كثيرة ومحاولة السيطرة على مواقع موجودة عليها، أو يعني المواني بتاعتها بتشكل دائما مطمع لدول إقليمية وأيضا دول خارج الإقليم. فإحنا العلاقة المصرية الصومالية هي فعلا علاقة قديمة جدا وراسخة، ومصر بتتحرك في إطار بعيد تماما عن المطامع. وزي كنت تلاحظ ان سياده الرئيس في كلامه كان كلها مساعدات من مصر من اجل رفع القدرات البشريه والفنيه لهذه الدوله، ومحاوله مساعدتها في ان هي تقف يعني مره اخرى في مصاف الدول الراسخه وتستطيع ان هي تحقق تنميه سواء كانت بشريه او حتى على مجال البنيه التحتيه فيها. وده امر اعتقد ان هو يعني مطلوب من الناحيه الاستراتيجيه بالنسبه لمصر. صحيح. ومصر بتتبع في الفترة الأخيرة سياسة خاصة بتنمية محيطها الاستراتيجي. صحيح. ومساعدة الدول الموجودة في أن هي ترفع قدراتها وترفع إمكانياتها. يعني في كلمة دالة ولافتة يعني حتى للسيد حسن شيخ محمود في المؤتمر الصحفي رئيس الصومال، قال نحن نمتن للدعم المقدم من قبل مصر فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية، وقال نصا ممتنون لمصر ولإسهامها في إعادة بناء الصومال من جديد. الدور الذي يمكن أن تقدمه الدولة المصرية لدعم الصومال ولإعادة إعمارها من جديد؟ يعني حضرتك هتلاحظ ان ده موقف يعني في الاساس استراتيجي، يمكن من قبل فقامه الرئيس كانت تتحرك ايضا في اطار دعم جيبوتي، وحضرتك هتلاقي ان المنطقه ديت هي فعلا منطقه حيويه ومنطقه هامه، والصومال كمان دوله عربيه ودوله افريقيه ولها روابط عميقه جدا مع مصر منذ القدم. وبالتالي انا اشوف انه سياسه الدعم قدرات التنميه في الدول الجوار او في دول المحيط الاستراتيجي لمصر ده امر مهم جدا، وده اعتقد الاسلوب اللي مصر بتتبعه في المرحله الحاليه في التعامل مع الدول التي تريد انها تنمو وتريد انها تحقق بعض التنميه داخل اراضيها. وحضرتك شايف يعني موضوعات كثيره حولنا من ناحيه الربط الكهربائي مع بعض الدول، من ناحيه اعاده اعمار غزه، يعني مصر بتتحرك الحقيقه في اطار من الصداقه ومن ايضا دعم افكار التنميه في الدول المحيطه بنا. ملفات عده يعني تم طرحها للنقاش في الاجنده الخاصه بهذه القمه، لعل من ابرزها مواجهه الارهاب والفكر المتطرف كما اشار سياده الرئيس. في هذه النقطه تحديدا معالي السفير، كيف يمكن للدوله المصريه ان تساعد الصومال في مواجهة الحركات الإرهابية على أراضيها، ونقل أيضا الخبرات المصرية في هذا الملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف؟ يعني هو طبعا حضرتك هتلاحظ أن مصر مهتمة بملف التعليم منذ فترة، سيادة الرئيس كان أصدر تعليمات بزيادة عدد المنح الدراسية للشباب الصومالي
في الجامعات المصرية. أعتقد هو ده الطريق المناسب إن احنا يعني نرفع من قدرات الشباب الصومالي في المرحلة الحالية على طريق التعليم، وفي نفس الوقت مساعدة الصومال على تحسين الأحوال المعيشية داخل الدولة نفسها. وده طبعا احنا عندنا من الشركات المصرية عندها خبرات كبيرة جدا في مجال الإعمار، وأعتقد إن ممكن تكون ديت فرص مناسبة إن احنا يعني ندخل هذه الدول بفكر قائم على التنمية وعلى إعادة الإعمار، بخلاف دول أخرى بتحاول إنها تسيطر بالقوة وتسيطر بالنفوذ الاقتصادي. مصر لا يعني سياستها تختلف تماما عن هذه الدول. طب سعادة السفير، كيف تقرأ هذه القمة أو هذه الزيارة في إطار التأكيد على الدائرة الإفريقية في العلاقات المصرية؟ يعني منذ فترة نلحظ حضور أكبر للدائرة الإفريقية، للحضور المصري في هذه الدائرة التي للأسف الشديد لعقود طويلة كانت مفتقدة في الحضور السياسي والدبلوماسي المصري. طبعا حضرتك هتلاحظ أن في السنوات الأخيرة في تحرك دائم مع الدول الإفريقية، في دائما في كل المحافل الدولية مصر بتتحدث بالنيابة عن الدول الإفريقية. يمكن حضرتك هتلاحظ في الفترة الجاية أيضا في قمة شرم الشيخ الخاصة بتغير المناخ أن مصر هتعطي أولوية أولى لتأثير تغير المناخ على الدول الإفريقية بالذات. فمصر دائما معنية بالهموم والمشاكل في الدول الإفريقية، وتتحدث دائما بالنيابة عنها في محافل كثيرة، وده أمر واضح جدا. وأيضا التحرك في مستوى البنية التحتية أنا بشوف أن ده من أهم التحركات. حضرتك في سد في تنزانيا بيتعمل اللي هو سد نيريري، وفي جيبوتي في طرق ومستشفيات بيتم إنشائها، وفي دول أخرى كثيرة أفريقية. أنا مش عايز أطول في الحتة دي، ولكن مصر فعلا بتقدم مساعدات وإسهام كبير جدا جدا وبدون أي أطماع وبدون أي محاولات للسيطرة. هذه المساعدات أو هذه العلاقات الاقتصادية والتنموية كيف يمكن أن تنعكس سياسيا، يعني في التقارب السياسي وفي الدعم السياسي لكلا البلدين؟ طبعا حضرتك دايما النواحي الاقتصادية والاجتماعية بتبقى مقدمة جيدة جدا للتأييد السياسي والوقوف بجانب الدول في مواقفها المختلفة والمشاكل اللي ممكن تصادفها. أهم شيء إنه الدول اللي مصر تتعامل معها إن هي يعني تنفض عن نفسها التدخل الأجنبي الخاص ببعض الدول الإقليمية، وبالذات الدول اللي ذات موقع استراتيجي زي الصومال وزي جيبوتي وغيرها من الدول. فأنا أعتقد إنه التأييد السياسي بيأتي دائما نتيجة للإحساس بإن الدولة يعني بتمد يد العون لهذه الدولة الأخرى، وبالتالي حضرتك هتضمن كده ان يكون في مواقف مسانده دائما في كل القضايا اللي هتعرض في المستقبل. اهميه سعاده السفير الحضور الثقافي والتعليمي للدوله المصريه في الصومال، نحن نتحدث عن منح دراسيه للطلاب الصوماليين للدراسه في جامعه الازهر والمعاهد الازهريه، ايفاد مدرسين للتربيه والتعليم، وفتح مدارس مصريه بالصومال. هذا الجانب الى اي مدى يمكن ان يعزز من العلاقات الثنائيه ما بين مصر والصومال؟ يعني حضرتك ده يعني يعتبر استراتيجيه هامه استعمال القوه الناعمه في مصر. امكانيات مصر واسعه جدا وكبيره جدا في هذا المجال، مجال التعليم بالذات، ولنا يعني اثار ولنا خبرات موجوده في هذا المجال في دول كثيره مثل السودان وجنوب السودان وغيرها من الدول اللي كانت يعني التعليم المصري احد الادوات اللي مصر بتستعملها من اجل تعزيز العلاقه مع هذه الدول ورفع كفاءه يعني المواطنين اللي موجودين في هذه الدول. فاحنا عندنا خبره وقوتنا الناعمه معروفه ومنتشره، ونستطيع ان احنا نستعملها في محافل كثيره. واعتقد انه العالم كله يعني بيشهد هذا ويعرف تماما ان مصر تستطيع ان يكون لها تاثير وتواجد في دول كثيره بمناهج مختلفه، مش بطريقه واحده ولكن بمناهج مختلفه، سواء كانت التعليم، الثقافه، الازهر طبعا له دور كبير ايضا. وبالتالي انا بشوف ان احنا بنستعمل قدراتنا وامكانياتنا في خدمه الدول وخدمه الشعوب الافريقيه، وده امر هام جدا.
سعادة السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.